59 بحث اللي بيتكتب عنهم في الجرائد في سنة 2009 لما قدمت في وظيفة أستاذ مساعد والأربع براءات الاختراع. أما العدد الحقيقي للأبحاث والبراءات الاختراع أكبر من كده بكثير. هي أنهت أكثر من 100 رسالة أو 150 رسالة ماجستير ودكتوراه. عدد براءات الاختراع كان 3 في سويسرا خاصة بأشباه الموصلات من مركبات النانو. عملت براءات اختراع عن الحديد ودواء الحديد وأدوية والمواد والألوان والمبيدات في كذا مجال وفي حاجات جاري تجديد براءة الاختراع ليها. عملت أكثر من 100 بحث منشورين في مجلات علمية معترف بها. أما الأبحاث التي نشرت مجلات مصرية أو في جامعات مصرية أو في مؤتمرات لا تتعدى 1000 بحث ليها وللطلبة بتوعها. ولكن منى لم يتم يعني ما عملتش عصر بيهم. هي اللي عندها كان مهم اللي ليه امباكت فاكتور في مجلات دولية. هي ترتيبها من أفضل 80 باحث على مستوى العالم في مجال النانو تكنولوجي ويعتبروا هم المرجعية للنانو وتقييم من بين 80 رقم 20 على مستوى العالم. كانت في الونزة حتى خدت على أثرها مجموعة من المضادات الحيوية والمسكنات ومخفضات الحرارة وأدوية الكحة للاستمرار في العمل لأنها مخدتش أسجادة ولم تبقى في البيت. وكانت من الصبح لآخر اليوم في المعمل أو في الجامعة أو في مركز علوم النانو في جامعة القاهرة اللي أصبحت مديرة لها. في الفترة دي حصل لها الإنفلونزا ظهر في رجليها بعض البثور في رجل واحدة بثورة زي الحبابي. ابتدت تملى مدة وصديد فذهبت لمستشفى الدريم واشترت أدوية. قالوا احتمال حاجة من اثنين حساسية من الأدوية أو دوالي. بعدها زادت العملية واتطورت ورجلها ابتدت تورم ورم بسيط. مستشفى دار الفؤاد عملوا 160 تحليل دم وعملوا 5 أنواع من الأشعة المقطعية بالأشعة على رجليها. قالوا مستحيل إنها تكون دي جامدة للدم السايب في الأنسجة ومستحيل إنها تكون دوالي بسبب تاني ولازم نستنى النتائج النهائية للتحليل. قعد في دار الفؤاد لمدة 3 أيام وشكلوا خلاصته. قالوا إنه هو مرض أسكولاي في المناعة الأجسام المناعية إذا كانت كرات دم بيضاء أي أجسام مناعية في الجسم بتهاجم الأوعية والشرايين أو بتهاجم جزء من الجسم وتعتبره جسم غريب. ممكن يهاجم الكلى ممكن يهاجم القلب والإنسان يموت في نفس اللحظة أو الكبد. هي هاجمت الأوعية والشرايين. يوم السبت تقريبا من الساعة 10 الصبح ابتدوا يدوها مضادات حيوية ويعالجوا المناعة ويجيبوا لها أساتذة على علاج إلى أن النفس ابتدى يتكتم ودخلت العناية المركزة وتوفت. وكانت تعمل في هذا اليوم ورغم الآلام الشديدة وكل أنواع المسكنات اللي في الجدول كانوا بيدوها لها عشان تسكن الألم لأنها كانت خدت ترابيزة وراجعت لآخر لحظة في عمرها أبحاث الطلبة والمشاريع وقالت مش عاوزة أي شغل يتعطل لو أنا توفيت.
قبلها بثلاث أيام طبعت كتب وأدعية دينية وأجزاء من القرآن وكتبت عليها الحكومة بنمكر. كل تموت خذ الكتب دي توفاها الله يوم السبت الساعة 9 مساء. كلية العلوم جامعة أسيوط كانت تفخر دائما بأن أحد خريجينها هي الدكتورة منى بكر كعالمة جليلة، وهي درس حصلت على البكالوريوس والماجستير من كلية العلوم، وطلعت بعثة لحساب جامعة أسيوط إلى أمريكا للحصول على الدكتوراه في مجال النانو تكنولوجي. والدكتورة منى من العلماء الأفاضل اللي لهم دور كبير جدا في تطوير العلم، وكان في تعاون كبير بين الكلية الكلية اللي تخرجت منها وما بين دكتورة منى، كان بيتمثل ده في مشاركتها في المؤتمرات الكلية، كانت بتيجي تلقي محاضرات عن الجديد في مجال النانو تكنولوجي. طلاب كتير من عندنا من الكلية كان بيروح للمركز اللي كانت موجودة فيه في دريم للتدريب على النانو تكنولوجي. بتشرف على عدد كبير من الطلاب عندنا في مرحلة الماجستير والدكتوراه في هذا المجال، واحنا يمكن ككلية وكزملاء ليها تأثرنا تأثر شديد جدا بفقدان الدكتورة منى، ونسأل الله أن يعوض مصر بشخصية مثل الدكتورة.